لين عن نقطة وبعدين ضرب الجزاء لهم ما دق الحكم، هاي وحدة. اثنين، البارحة واحد اللقاءات السيد نائب رئيس الإدارية الأستاذ شاكر الجبوري اللي محرك سنتر بال86 كأس العالم يقول الجمهور عليه المدرج وإحنا علينا القل. هذا اليوم ولا واحد من أعضاء الهيئة الإدارية جاي للعبة، ما يدرون يمكن اليوم الزوراء عنده لعبة، هاي وحدة. اثنين، شفت هذول اللاعبين، هذول إجرام يباعون لعبة للزوراء بالتلفزيون، والله مو يلعب. إجرام إجرام. رسالة للإدارة وين مو إدارة نايمة ولا واحد ولا واحد من الإدارة. تدري ليش نايمة الإدارة؟ من شغلة مازن، من صار شغلة مازن ورجع غصبا ما عليهم، اعتبر إدارة اغسل يدك من عندها. العتب تدري عليه من؟ العتب على نهاية جيل الـ80 وجيل الـ90 اللي محرومين من كل شيء. تعالوا وراح تشوفون شيء احنا ايش راح نسوي، انو انتو الباقي علينا. من خلال حيدر زكي، ولو احنا عندنا ايام منتخب وطني، بس اريد اسوي ثوره على نادي الزوراء وحلقات مو حلقه واحده. فلا حسن اريد اشوف، يعني اكو نائب ملتزمه، اكو فجهه معينه ملتزمته، ما ادري شنو يعني، شنو هالاصرار مال فلا حسن. فلا حسن هل العام اداره فلا حسن باكملها، وانا اريد اخاطب جيل الـ90 فقط، لان هو دمر جيل الـ90 فلا حسن. اخاطب ليث، عماد محمد، حيدر جبار باكملهم، ياسر عبد اللطيف، الكل باكملهم. بالله العظيم انتم صاحب، والله عيب على تاريخكم، لان راح تصيرون نقطه سوداء ترى بتاريخ نادي الزوراء. اذا ما تنقضون نادي الزوراء سووا مظاهرات وادعونا من خلال حيدر زكي. كافي فلا حسن، مورث عمه مورث دمرتنا فلا حسن. وزاره الشباب والرياضه جاسم محمد جعفر هو اللي يطلع من هو، طلع سلام هاشم مثل ما طلع سلام هاشم، لا تقولون تدخل حكومي. فلا حسن عم، صار لك 12 سنه، ابقى تريد تخدم بالعراق، ابقى البلد بلدك وكان الله يعب المحسنين، بس اطلع بالقران موتتنا. ذاك اليوم فهموا كلام امير من قال اسوي ثوره، اسوي ثوره بالجمهور، هذا الجمهور احنا نحب. شوف اسوي جمهور الزوراء، كل جمهور الزوراء بعد القائم راح تسوي هاي الثوره. والله الفريق اذا هسه انا ما حسيت هسه، انا اريد فريق جيب لي لاعبين زينين، لا تعد 33 لاعب 35 لاعب 22 لاعب 24 لاعب زينين. لا تصير سائل اللي. ها حبيبي، هاي باو، هاي تجاوزات، باو هاي تجاوزات، نفسي اللاعب التجاوزات، نفس اللاعب اللي يتجاوز. هاي رسالة، رسالة الكابتن فلاح حسن، اذا تقبلها مثل ما قبلتها على امير، هسه انا باو تنرفزت مثل ما قبلتها على امير. ها هذا لاعبينك يتجاوزون على الجمهور، هذا اللاعب يتجاوزون على الجمهور. شكرا لكم حيدر زكي، وصل صوت الجمهور، وصل صوت الجمهور، كافي يا عمي. يعني تقبلها هسه انت؟ نفس اللقطة عادة، هاي قدام صحك، نفس اللقطة بالمدرج، وهسه عاتها عادة، قال لك عاتها هناهي عادة مرتلخ. عيب عيب عمي، عيب كيان نادي الزوراء فوق كل لاعب وكل إدارة وكل إدارة. هذا باص نادي الزوراء، باص نادي الزوراء أحمد فاضل يشير للجمهور بالحذاء. بعد وين أوصل؟ الثقافة إذا تحكي على مكاننا المدرج، اذا تحكي على ثقافه الجمهور مكانه مدرج، ما لاعب موتك ثقافته شنو؟ بس شنو سمعت النادي يتحين، لكن لا حياه لمتنادي